هلا والله بالاساطير. اهلا وسهلا فيكم. كيف يا جماعه؟ قول لهم هلا والله بالاساطير. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم يا جماعة رجعنا لكم بتحدي جديد على مع ورودي، كمان على طلبكم. يعني خلص قلتوا لنا كل تحدي بتكون ورودي. نعم يكون معنا. طبعاً جاهز ورودي؟ طبعاً بستمتع بالمنظر كتير. نقدر شاهدت لايك سلاك شكراً لايك سب لوك لك لايك وفعل زر الجرس سلاس وصلتوا كل جديد. لا برافو. فكرة التحدي تبعنا انه هون نحن عنا 125 شمعة شغالة حاليا. كل واحد فينا 150 125 150. المهم على كل حال انت بدك تنفخ بابا. اول شيء دور ورودي. على كل حال كل واحد له نفخه. وكل ما طفينا الشمعات بكل نفخه منعد كل واحد فيكم كم شمعه طفى، واللي طافي اكثر بياخد على عدد الشمع اللي طافيهم دولار. يعني الشمعه كل شمعه بدولار. دولار واحد. دولار يعني بتنفخ تطفي 20 بتاخذ 20، بتطفي 100 بتاخذ 100. معك صرف 100 دولار؟ عادي بحسب لكم اياها على التركي وبعطيكم اياها. طبعا هلا هاي الشمعات صغيره فالها شروط. شروط هذا التحدي انه نحن ما راح نوقف هون بلزق الشمع وننفخ. راح يكون الوقفي على هذا الحرف. ما انا تقرب طولي شوي. لا لا تمام تمام. بده يكون النفخ على هذا الحرف وتنفخ. انت بتقدر تطفي شيء من هون لهنيك؟ طبعا. انا اذا شاركت معكم بدي شارك معكم من باب المتعه اني اشوف قد ايه بقدر اطفي شمع. لانه انا اللي بدي ادفع المصاري، شو بدي اضحك على حالي؟ يعني انا لو ربحت خالي بيعطيك. انا لو ربحت وطفيت اكثر واحد فيكم ما راح احسب حالي. خلونا نبلش حاليا. اول شيء بدنا نبلش بورودي لانه هو متحمس اكثر واحد. يلا جاهز طبعا يا جماعه. انتم بتعرفوا انه ورد طفى ما طفى كذا امورنا لوز. خلينا على هيك احلى يعني. يلا شوي يلا مفوق. واحد اثنين ثلاثه. اوه بس نفخه وحده. بس نفخه وحده. سقفوا له لورا ما شاء الله. عد عد كم وحده طفى. برافو والله ورد. شو جايبه؟ شوي شوي. 20 سقفوا له. 20 دولار لورودي. سقفوا بابا. سقف 20 دولار لك. رحت مصاري. ربحت مصاري انت. ما بعرفش. بدي انفخ. هو بدي انفخ بالطرفين. الله يوفقك. لا بدك تنفخ كمان؟ والله احنا عم نتحسب تشغيلهم. ايه دقيقة. هلا دور عزام. هلا دور عزام بعدين. بعد حسام دور ابو جبل. بعد عزام بعد حسام. تمام؟ بعد دورك. يعني بالدور لانه بابا الشغلة. يا جماعة المشرد عذبنا كثير ونحن عم نشغلهم، فإذا بده يطفيهم كلهم صعب لانه داب الشمع. حاليا يا جماعة رجعنا للجولة الثانية مع ابو جبل. ابو نعم. جبل بدك توقف عند هذا الحرف، ما بدك تقرب ابدا لانه هذا الشمع تطفيته بسيطة وسهلة. كثير اضرب اخر طرف فيه. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. طبعا يا جماعة بين الشخص والشخص او بين الجولة والجولة عم بياكل وقت بسبب بس تشغيل الشمع. واحد اثنين ثلاثة. واو اجعل. شو بدنا نعد؟ نعد عد ما تقدر يا زلمة. عد 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 فوت في الحياة. أربعة وخمسين. أربعة وخمسين دولار. إيه بس هلأ أنتي لسه ما تعتبر أنك ربحتهم لأنه عندك نفخة تانية. لا لا لانه انا قلت اللي راح يكون اكثر واحد نافخ هو بياخذ اللي هو اللي بياخذه. يعني اخر شيء بدنا نشوف لسه يعني. طبعا لسه انا وعزام. يا جماعه اللي بيغلط وبيطفي شمعه وحده بالغلط ما عاد في نفخه، خلص يعتبر نفخ.
طبعا يا جماعه اكيد بين التحدي والتحدي عم ناخذ ساعه كامله وعم نحرق ايدينا وانا ايدي احترقت شوي ونحن عم نشغلهم شوي ونحن عم نشغلهم يا جماعه حطيت ايدي على وحده فكتها مطفيه عم طلعت شغاله ما انت اللي ربحان عزام خذ لي الفيديو بدي شو بدك تعمل بدك تنفخن يلا هلا دور عزام بعد دور حسام بعد دورك صح حاليا يا جماعة رجعنا للنفخة الثالثة والدور مع الفنان العظيم عزومي طبعا عزام فنان واحتمال يكون عنده نفس يلعن أم الطاولة رايح هيك بدي أخذ لك يا عزومي فرجينا إبداعاتك روح بس خالص طفوش ليش شو ليش كان لازم ضل عم بنفخ انا عملت فوف ورجعت انا ما دخلت خالص خالص عدن 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 انت انا الدول ارتخت ما حطيت بس كان لازم استنى شوي هلا انا بابا مالي علاقه لانه شفت انا بعد ما وقفت الدمخ انا بتعرف ليش قلت كل واحد له نفخه وحده مشان هيك مشان لانه هذا الشمع سهل غلطه يعني ما نصيبك بتجني 15 لا تشغل 15 والله 15 عدل هون حبيبي 15 شمعه انت بتطفي والله ورجه بخليني يا شو بابا ما تجي مشان تاكل والله بالغلط تعال تعال شو بدك بابا يا عمري والله لتنفخ يا قلبي بس هلا دور خالو اخر واحد وبعدها انت حاليا يا جماعه هلا جينا للجوله الاخيره عند حسام مع حسام اللي ما بيعرف حسام مين بكون هو طبعا خاله لا ابن خاله لا لا وين انت ما بيعرف روي مين بكون روي هو عباره عن جاجه فرنساويه اجنبيه اللي ما شاف سكتش المعلم تمساح يروح على الكبير يروح على القناه الكبير يشوفه حسام جاهز جاهز يلا يا رب واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة شايف بس لا والله واقفهم والله هلا نفسك اكيد رح يكون اقوى بس كونه هن قبلوا يدخلوك بالتحدي فالحق اليوم هلا دور ورودي بكره معطل مثل اليوم قديش طلعوا؟ 90 هذا عم بسقف ما من قلبه هذا مضغوط لأنه وهذاك بيقول لك غلطت بس أنا سمعتكم عم تحكوا من شوي إنه اللي بتعطوه 100 دولار اللي مطفي يعني لا لا أخي ما في 100 دولار كل شمعة بدولار أنا حكيت بأول فيديو إنه كل شمعة بدولار والله 90 الحمد لله منيح أنت 90 دولار أنت كم وحدة؟ 54 دولار ورد 20 صح؟ طيب لا ولو ليش لك عين تحكي انت كم 15 روح انت بتعرف شو قدي يعني 50 دولار على تركيا هلا 90 ليرة اذا بكره معطل من الشغل انا تمام اليوم خلص تمام اليوم طلعت الاسبوع سكرت اليوم سكرت هلا بدنا نرجع يا جماعه لعند ورد هلا عم بقوله انه قال خالك طفى اكثر واحد عن جد قول له انا لا انا قول له انا شو على كيفك انا طفيت اكثر منه لا انا قول له انا طفيتهم ورد مين طفى بابا قول له انا طفيتهم انا طفيت هلا ورد اسمع اسمع قول له الجائزه الي استنى استنى ورد قال انت خسرت فهلا انت لازم تاكل بيضه انت خسران استنى انت لازم تاكل بيضه ايه انت لازم تاكل بيضه حطها بالكاسه وبتشربها لا مين بده يشربها مانا مين بده يشربها انا عندي تاي هلا بتحكي ايه طب هلا بس سؤال هلا انت اسمعوا اسمعوا هلا انت خسرت فلازم نحط لك بيضه بكاسه تشربها لا هلا هون انا ربحت استنى مين يشربها بدي افخر قبل قبل مين بده يشرب البيضه مانا مين انا ربحت مين يشربها انا ما تخمن لكن مين يشربها قول له انت انا خليها يشرب لا لا انا ربحت ما بصير مين يشربها قول له روح اشربها مين يشربها؟ انا؟ لا انا خالو مين يشربها؟ انا بدي اشربها ليش ما بدك تشربها؟ انا خالو ما بدي اشربها انا رجعنا لدور ورودي صح؟ يلا واحد يلا واحد اثنين ثلاث تي فوخ عيدة هيي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 ي
دولار انا خسرت. قل له لخالك قل له روح اشرب بيضه. اشرب بيضه. اشرب بيضه. قل له على السريع قل له على السريع. ورد البيضه لمين؟ قل له انت خسرت. البيضه لمين؟ اي انا خسرت. قل له روح قل له روح اشرب البيضه يلا. ايوه بياخذ مصاري. مصاري. نعطيك جائزة لمين؟ وين بدك تحط المصاري؟ لورد ما؟ ورد وين بدك تحط المصاري؟ وين بدك تحط المصاري؟ بجيبي. بجيبي. لمين؟ لمين شو لمين؟ لمين المصاري؟ تعال اطوي لك اياها؟ اتركوا 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 خلص حطها بجيبي. هو عم يدور على الجيب. خالو يا خالو بابا بس صارت عجيني هلا تعال لمين هاي وقف لشوف وقف هون ورودي انت من وين ربحت المصاري نفخت هدول انت نفختهم كلهم صح ايه طيب هلا هاي المصاري اللي هون معك هاي هاي شو بدك تعمل فيها تخبيها مع مين بتخبيها هون يا ما بتعطيها للماما بتعطيها للماما انت بدك تاخذ شو بدك تعمل بالمصاري تشتري فيهم شو بدك تشتري بطاطا بدك تشتري بال100 دولار بطاطا ما شاء الله مستقبل طيب معناته هلا شو بدك تقول لهم تعمل هي الحلقه قول له تعمل هي الحلقه معلش نجي من الحلقه معك ايه يلا ها يلا. اجينا تعال قول له انت يلا لهون يا جماعة بنكون وصلنا لنهاية هذا التحدي خير لا تنسوا تحطوا لنا وشير وشير وسبسب لايت وفعل زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد ويكون ورودي معنا باي. قبل ما نقول باي ما شو المناسب انه ما حسام اللي ربح حسام اللي ربح ما بيأثر هلا بنظبطه لحسام بس حاليا بتعرفوا يا جماعة ورودي خلاص يعني هو اللي ربحان بكل شيء هل لازم حسام يشرب بيضة ما عم يتفقد ورد هون هون ورد هاي المية دولار اللي معك لإلي هاي لا 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 هاي إلي أعطيني إياها يلا قول له هاي إلي أعطيني إياها ما في مسك شوي حمودي مسك ليش ما تعطيني إياها مين ربح هلا لي هاي إلي لا إلي لا ما إلي إلي ما إلي إلي قل له أنا ربحت قل له روح اشرب بيضة اشرب بيضة وين البيضة؟ بالبراد قل له يلا روح قدامي لشوف شربني بيضة؟ روح قدامي قل له لشوف روح أنت قدامي جيب البيضة يلا اشربها يلا قل لهم باي قل لهم باي قل لهم باي يلا قل لهم باي قل لهم باي زدت لهم باي هيك باي إيه سكر 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 الكاميرا سكر